اطار مواكبه مخطط الدوله بشان تخفيف حاله الطوارئ ببلادنا، قام المكتب الوطني للسكك الحديديه ابتداء من الخميس 25 يونيو 2020 باعاده واستئناف سير قطارات الخط اللي هي البراق والاطلس على محاور الدار البيضاء طنجه، فاس، الدار البيضاء مراكش، الدار البيضاء الناظور وجده، الدار البيضاء اسي خريبكه وطنجه فاس وجده. كما قام المكتب ايضا بالرفع من عدد قطارات القرب واللي كانت كتأدي الحد الادنى من الخدمه خلال فتره الحجر الصحي. دونك على محاور ايضا على محاور الدار البيضاء الرباط القنيطره، الدار البيضاء سطات والدار البيضاء الجديده. هذا العرض السكاكي اللي بدا ب 116 قطار يوميا ابتداء من اليوم الخميس، واللي كاين الامكانيه بالرفع ديال عدد القطارات بحسب مستوى او تطور مستوى الطلب، لان دابا لهاد الحد الساعه اللي كنهضروا دابا ولات 126 قطار يوميا. ويجدر الذكر ان هذا استئناف حركه سير القطارات الخط واعاده فتح المحطات اللي كانت مغلقه اثناء الحجر الصحي تمت مع احترام جميع التدابير الاحترازيه والوقائيه من اجل ضمان السلامه الصحيه للمسافرين وكذلك للعوان. نذكر من بين هذه القواعد وهذه التدابير هذه الزاميه ارتداء الكمامه، احترام التباعد الاجتماعي، وكذلك توفير المحلول المعقم سواء في المحطات او على متن القطارات. لاحترام هذا التباعد الاجتماعي قام المكتب بوضع علامات التشوير في المحطات، وبالنسبه للقطارات قام بتخفيض نسبه المبيعات ديال المقاعد الى 50%، اي اننا دابا كنبيعوا غير نصف العدد ديال المقاعد في كل قطار. كندعيو المسافرين ديالنا انهم يحترموا تعليمات السلطات فيما يخص بادلاء البطاقه التعريف الوطنيه عند اقتناء التذاكر، وانهم من الاحسن يلتجئوا لاقتناء التذاكر عبر موقع www.oncvoyage.ma. حنا كنا كنتسناو شحال من حاجه، كنا بغينا نمشيو عند عائلتنا، كنا بغينا نمشيو، المهم كنا خدامين. بالنسبه ليا انا دابا جيت من جديده، فهمتي؟ مشيت شي غادي خاطيب شي، المهم كنسكن في شماره وجيت من جديده، باش جيت عند البارح شي غادي عند والدي وجيت دابا غادي راجع للدار. مشينا تسنينا الكيران حابسين دايرين اضراب، تسنينا الطاكسيات تشاموا ما خدامينش، ولقينا التران ولي نفعنا اختي في هذه الساعه هذه. اختي راه غادي مخلوعين، الله يشي غادي مخلوعين وحق الله، مادام كاين اللي تيعطى صاح داك ما عرفش واش مريض كله كيفاش، والله كاين اللي كيبقى حاضي كنت حاضي منوين من بعضياتكم وحق الله. شي 50% بالنسبه لي انا مزيانه، والله يجي مزيانه، كاينين بعدا كاين مخليين لك اونفاس جوج قدامك، مخليين شي ساعة بيناتكم غادي مرتاحين الصراحة. هو بنادم في شي تما هابط شي يكون واحد شوية مدل التناوش بقى حاضي وهادي صافي تما بنادم شي خاف. في لاكار ديال تمارا بطنا طلبوا لنا لاكارت لاسيونال، النمر ديال التليفون عطيناهم لاكارت ديال لاسيونال ديالنا، صافي قطعنا عطاونا البيون ديالنا وطلعنا صافي. بالنسبة للترانات نورمالمون رجع مزيان، وكاين واحد الحاجة أخرى بالنسبة لواحد يقدر يقطع من الانترنت يعني كيسهل عليك، وكاينه بالنسبه للطريفه ديال مارينا يعني حتى لما كانش مناسبك التران نورمال كتعيط ليهم 22.55 كيبدل لك الرونديفو، داكشي كاين تسهيلات زوينه. وبالنسبه لعدد ديال الترانات غادي كيتزاد، والخطط تقريبا كلها تحلات يعني جميع الخطط تقريبا دابا محلوله. بالنسبه للاجراءات كاينه كلها، كاين لي جيل في وسط التران كاين لي جيل كلشي، لي فوند ميناج كيدوزو كل وقيته كينيطوايو فين كيشد الناس وداكشي. الباب نورمالمون كيتحل اوتوماتيك في المحطات يعني ما تحتاجش انك تورك عليه، كتسنى شويه كيتحل الباب اوتوماتيك وغادي داكشي مزيان.